السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومتابعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو على قناة ريف ديا اللي كناخذوه لكم من ميركادونا صرف ولاد ميمون أون فاصل سوبر مارشي بمدينة الناظور. طبعا الفيديو متعلق بالقرعة للإعلان عن الفائز في المسابقة الثانية اللي منظمة من طرف ميركادونا صر وموقع ريف ديا. المسابقة الأولى كانت ربحات فيها خديجة البوعجاجي، المسابقة اللي كانت الأسئلة كانت تطرح في الشارع، الناس اللي كان صادفهم في شوارع الناظور وفي عدة مناطق من مدينة الناظور، اللي كان السؤال ديالها هي فوقاش تحرق سوبر مارشي، والجواب الصحيح كان هو يونيو شهر يونيو 2014، والجواب كان عند الأخت خديجة من مدينة زغنغان. السؤال الثاني واللي خاص بالمشاهدين اللي جاوبونا في التعليقات هو فوقاش بدا الميناء ديال الناظور منين صار أول مرة العمل ديالو كميناء بالجهة الشرقية. بزاف ديال الأجوبة تلقيناها على قناة ريف ديا في اليوتيوب، وأغلب الأجوبة كانت خاطئة لأنه كانوا كيمشيو للتاريخ ديال انطلاق الأشغال اللي هو 1975، والجواب الصحيح هو 1978، تما فين كانت في ذاك السنة فين كانت أول رحلة. مشينا عند ناصر وأصرينا باش يدير القرعة بنفسه ويشرف عليها بنفسه. كما كتشوفوا في الصورة كيتم تدوين 10 ديال الأسماء اللي جاوبت إجابات صحيحة، وغادي نمروا مباشرة للقرعة اللي غادي يشرف عليها ناصر صاحب ميركادونا ناصر، وغادي يختار واحد الفائز بشفافية ونزاهة. خليكم معنا باش تتابعوا القرعة مباشرة من ميركادونا ناصر، ونعلنوا على الفائز الثاني اللي ربح معنا الجائزة اللي هي عبارة عن تقضية ديال الدار، تقضية ديال الكوزينة، بحالها بحال الجائزة الأولى اللي ربحتها خديجة البوعجاجي من مدينة زغنغان. نفس الجائزة إلا وحدة خاصة بالتعليقات، وحدة خاصة بالناس اللي تلاقيناهم في مدينة الناظور، والصبي اللي كان مع خديجة أو الطفل اللي كان مع خديجة اللي وعدناه بالشكلاط غادي تلقاو الشكلاط ديالو في التقضية كهدية فوق الهدية ديال التقضية ديال الدار. تحياتنا لكم، وخليكم معنا باش تتابعوا معنا القرعة على المباشر مباشرة من ميركادو ناصر، وناصر هو اللي غادي يختار الفائز كما قلنا. وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبالتعليقات ديالكم، كانت إيجابية ولا سلبية، انتقادات ديالكم ومرحبا بالجميع. خليكم معنا، تابعوا معنا القرعة مباشرة من ميركادو ناصر. وما تنساوش هذه ماشي هي الجائزة الأولى أو ماشي هي الجوائز الأولى، من بعد ما كنا نظمنا مسابقة مع مقهى وبيتزيريا باري اللي كاينه في بنينصار، واللي ربح معنا واحد الاخ ثلاثه ديال الوجبات مهدات من بيتزيريا ومقهى باريس. كاين مسابقات اخرين جايين من بعد المسابقه ديال ناصر اللي فيها جوج ديال التقضيات، وتقضيات بمعنى الكلمه كاملين مكمولين. كاين مسابقات اخرى جايه في المستقبل على قناه ريف ديا وموقع ريف ديا اللي العنوان ديالو كالتالي كما كتشوفوا في الشاشه www.rifdia.com. تحياتنا لكم والسلام عليكم، وخليكم مع القرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ريف ديا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جينا اليوم عند الأخ ناصر. سي ناصر السلام عليكم. تحياتي سلام. كل شيء مزيان، الصحة بخير. أهلا وسهلا. باش نعلنوا على الفائز بالمسابقة اللي درنا بشراكة مع ناصر ميركادو وموقع ريف ديا. خدينا 10 ديال الإجابات الصحيحة درناهم هنا، مي كتبناهم راه غادي تلقاو الفيديو تما ملي كتبناهم. ناصر شرف على الكتابة ديالهم بيدو، هو أحد الشباب اللي العمال اللي هنايا معاه في ناصر ميركادو. السؤال اللي كان كيقول فوقاش بدا العمل في ميناء بنينصار اللي كاين في إقليم الناظور. بزاف ديال الناس علقوا، ولكن بزاف ديال الناس قالوا 1975. 1975 هو التاريخ اللي بدات فيه الأشغال، فوقاش بداو كيبنيوه، ولكن الانطلاق ديال العمل رسميا في الميناء كان هو 1978. خدينا 10 ديال الاسئله، 10 ديال الاجوبه عفوا اللي كانت صحيحه درناهم هنا ب 10 بهم، وغادي نعطيو للسي ناصر هو اللي غادي يختار لنا شي واحد منهم. الجائزه راه ديالو، حنا غير صورنا. سي ناصر مرحبا سيك، تحياتي. الله يجزيك. اختار لنا شي واحد هنا. بسم الله. خلصها مزيان بصحته بصحته اللي غادي فيه. خلطها مزيان ان شاء الله. يا لا الشفافيه سير. لا لا شوف داكشي اللي جينا نصوروها. انا اخترت هذا. اختاريتي هذا. يلا اخويا ناصر. الصحة والراحة اللي. بصحته. بصحته. نجلاء. القوري. نجلاء القراري. نجلاء القراري، ألف مبروك نجلاء القراري. وخديجة ما عقلتش السمية ديالها، حتى هي رابحة معنا من الناس اللي سولناهم في الشارع. خديجة كنا طرحنا عليها السؤال ديال على خديجه السؤال اللي هو فوقاش التاريخ اللي تحرق سوبر مارشي اخويا ناصر. صحيح. كنا طلبنا النهار
والشهر والسنه، ولكن منين درنا لقينا مستحيل باش نلقاو النهار. بزاف ديال الناس يعني في الاخر خلينا بسطنا شويه مع الناس، لقينا اسميتو قررنا باش نديرو غير الشهر والعام. تصادفنا مع واحد السيده اللي سميتها خديجه، غادي تكون كتفرج فينا في الكورنيش بالزربه. قلت لها كيفاش حتى جاوتي بالزربه؟ قالت لي هو النهار اللي خلقات فيه بنت اختها. سبحان الله، يعني عاقله عليه بالتاريخ ديال الميلاد ديال بنت اختها. اذا هنيئا خديجه، هنيئا نجلاء. غادي تلقاو الرقم ديال التليفون ديالنا ديال ريفديه على البانطايا، غادي تواصلوا معنا نجلاء وخديجه. خديجه راه عندي الرقم ديالها لان كانت في الشارع، هذيك درت مع السي جواب في الشارع، يعني خديت الرقم ديالها، غادي نصيفط ليها الدعوه ديالها باش تجي تاخذ الهديه ديالها. والولد اللي معاها ولد اختها ولا شنو، غادي يلقى الشكلاط تما، يلقى الشكلاط الهديه ديالو تما. بالنسبه لنجلاء القراري غادي تواصل معها، لان كاينه في الناظور، الا ما كايناش في الناظور نجلاء ما عرفتش فين كاينه، الا ما كايناش في الناظور نقدروا نصيفطوها ليها، ماشي مشكل مع الكار ولا هذه، نجمعوا ليها الصخره ديالها ونصيفطوها ليها. تحياتنا لكم، وما تنساوش الزياره ديال ميركادو ناصر، كاين هنا في أنفاس السوبر مارشي، كاين عند الشركة ديال بيبسي هنا في ولاد ميمون، وكاين في العروي، كاين أثمنة جد جد مناسبة. وكاين واحد الحاجة أخرى اللي هي شناهي، إلا دخلتي عند ناصر ماشي بحال دخلتي خصك تاخذ شوية من هاد الحانوت شوية من هاد الحانوت، غادي تخرج كامل داك الشيء اللي كاين غادي تديه. وكاين تخفيضات، كاين تخفيضات هاد الأيامات ياك، كاين تخفيضات بزاف ديال الحوايج، ناصر معروف بالتخفيضات. تحياتنا لكم والسلام عليكم خويا ناصر. تحياتي. تحية سي رشيد، الله يحفظك، الله ينورك، يلا السلام عليكم.